لا بد للحروب أن تتوقف، ولا بد لإرادة الحياة أن تنتصر في نهاية المطاف. لأنه رجل طبيعياً بثقافته بطبيعته بأطباعه بحب السلام، بحب الحوار، بحب الاستقرار، غير عنيف وضد الحرب. هو كان حتى أفلام الحرب، لو في فيلم طالع نقول نروح نتفرج عليه عن حروب، يرفض، يكره الدم ويكره الحرب. كان لا يدعو إلى الحرب، وكان يعتقد أن الحرب ليست ضرورية إذا كان ممكن حل الأمور دبلوماسيا، فهذا الأنسب. إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها. الحياة أدوار، هناك من يشعل للحرب فتيلا ويدق طبولها ثم يترك لغيره الفاتورة ليدفعها كاملة، ودائما الذي يدفع هو أرق الناس حالا. وكلما سمع الأمير تلك الطبول، كلما حضر إلى ذهنه أصداء رواية لمن تقرع الأجراس لهيمنغواي، ليجد الأمير نفسه يردد أهم مقاطعها. No man is an island entire of itself. Any man this diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore, never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. These words of wisdom apply to nations as well as to individuals. في بداية المشاكل اللي حاصلة في سوريا، شاف صورة الأخ شايل أخته من مكان إلى مكان، وكان يدوروا على الأكل. بس اللي فعلا كان مؤثر عليه هو حالة الأخت البنت الصغيرة. كان بيقول إنه تقريبا نص وجهها كان رايح من إصابة، وفعلا كانت تؤثر عليه، كان يعني تدمع عينه شوية لما يفكر فيها. صاحب إحساس مرهف عندما تكون هناك مشاهد أطفال ونساء لا يقبلها لا العقل ولا المنطق.